شكرا لسماحة نائب الأمين العام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، ونتمنى أن تكون رسائلكم واصلة وأن يستقبلها من أرسلتموها لهم، لا سيما شبابنا الواعد. ختاما نقف الآن مع وقفة لتكريم عوائل المعتقلين، عوائل الطلبة المعتقلين الأفاضل، ولذلك أضطر أن أدعوك سماحة الشيخ مجددا حتى نكرم العوائل. أعتقد الجميع، ليسوا جميعا حاضرين، لكن أنا سوف أذكر الجميع حتى لا نغيب أي اسم، فأدعو من سيستلمون بالنيابة أن يتفضل. نرحب بالدكتور أيضا طه الدرازي، ونشكره على وقوفه لتكريمكم. بدءا نبدأ مع عائلة المعتقل شوقي رضي. الظروف الأمنية على ما أعتقد أعاقتهم للحضور، أتمنى أي أحد من زملاء المعتقل بالتفضل لتسلم الدر. عائلة المعتقل جواد المحاري. عائلة المعتقل يوسف أحمد. عائلة المعتقل جاسم الحليبي. عائلة المعتقل جاسم المخوضر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عائلة المعتقل محمد عائلة المعتقل محمد الفردان. عائلة المفرج عنه ضمن هذه القضية السيد أمجد فيصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد الفردان. عائلة المعتقل المفرج عنه سيد أمجد فيصل، إذا ممكن أحد الزملاء يتفضل حتى يستلم بالنيابة. عائلة المعتقل محمود السبع. وختاما مع الشهيد الحي ومصاب العلم المصاب محمد عبد المهدي. وعائلة المعتقل محمد تقي. صار في يعني ما نسيت اسم، ما نسينا اسم يخلصنا.
ختاما نشكر لكم حضوركم. شكرا سماحة الشيخ وشكرا للدكتور طه الدرازي. نشكر لكم حضوركم جميعا وتمسككم بالتضامن مع طلابنا المعتقلين، ونسأل الله بالفرج العاجل لجميع المعتقلين والمعتقلات وبالنصر المؤزر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.